السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة أكلمكم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي، حاب أوضح لقناتنا بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر، فياريت تتصفحوا القناة عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب، بالنسبة لمنحة النهاردة، هي منحة دراسية ممتازة جدا وممولة بالكامل، تمام؟ طيب، المنحة دي هتكون في دولة ايه؟ المنحة دي هتكون في دولة تايلاند، والدولة دي طبعا دولة بيها جامعات كتير جدا مميزة، ودولة من الدول المتقدمة. بالنسبة للجهة اللي بتقدم المنحة دي، هي جامعة اسمها SIIT University، تمام؟ والجامعة دي جامعة ممتازة جدا وليها رينك عالي على مستوى العالم ومن أحسن الجامعات. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجه ليها المنحة دي، المنحة دي متاحة فقط لدرجتين، درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه. ولو انت في اخر سنه من البكالوريوس بتقدر عادي تقدم على الماجستير، لو انت في اخر سنه من الماجستير بتقدر عادي تقدم على الدكتوراه، لكن انك تدرس بكالوريوس او ليسانس غير متاح في المنحه دي، تمام كده؟ طيب، بالنسبه للدول المتاحه للتقديم في المنحه دي، كل الدول سواء انت من دوله عربيه، افريقيه، اسيويه، بتقدر تقدم في الفرصه دي بدون اي مشكله خالص، تمام؟ طيب، خلينا دلوقتي نتكلم عن تمويل المنحه دي، وركز معايا لانها منحه مموله بالكامل. يعني ايه؟ يعني انت اول حاجه بتاخدها الدراسه بتكون مجانا 100%، مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسه، تمام؟ تاني حاجه بتكون تذاكر الطيران من بلدك الى تايلاند ذهاب وعوده بتكون على حساب المنحه. تالت حاجه انت بتاخد راتب شهري اعلى من 10,000 بات تايلاندي بما يعادل $350، تمام؟ بتاخدهم شهريا، بجانب ان السكن كمان بيكون متاح وجبات الطعام. وكمان المنحه دي بتامن لك التاشيره، تمام؟ رسوم التأشيرة لتايلاند مؤمنة على حسابهم، وكمان التأمين الطبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث بيكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة، تمام؟ طيب، عندنا بعض الملاحظات في المنحة دي. أول حاجة إن المنحة دي ليس بها حد أقصى العمر، يعني متاحة لجميع الأعمار. تاني حاجة، المنحة دي مش محتاجة شهادة لغة بشكل إلزام عند التقديم ليها. معاك شهادة لغة بتقدر تقدم، مش معاك شهادة لغة مفيش مشكلة، تمام؟ فمتاحة بشهادة لغة أو بدون شهادة لغة، وزي ما احنا قلنا لو في آخر سنة من البكالوريوس أو الماجستير برضو تقدر تقدم عادي جدا. بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، عندنا تخصصات كتيرة جدا وأغلبها تخصصات هندسية. عندك هندسة مدنية، ميكانيكية، كهربائية، عندك الإدارة، عندك البيئة، عندك تخصصات كتيرة جدا، تمام؟ وفي المقال اللي موجود أسفل الفيديو ده هتلاقوا برضو التخصصات بالتفصيل. طيب، بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، هي أوراق بسيطة مش معقدة. مطلوب منك كشف الدرجات بتاعك، تمام؟ لو انت في اخر سنه بتجيب كشف في درجات السنوات السابقه، لو انت اتخرجت بتجيب شهاده تخرج وكشف الدرجات، تمام؟ السيره الذاتيه بتاعتك، السي في بتاعك، البيرسونال ستيتمنت اللي هو الخطاب التحفيزي، 2 خطابات توصيه، بتحط كمان صوره بطاقه الهويه او صوره جواز سفر، لو مش معاك جواز سفر بتحط البطاقه الشخصيه او بطاقه الهويه، ولو عندك طبعا شهاده لغه انجليزيه بتحطها، مش عندك بتسيب الخانه دي فاضيه، ولو عندك اي شهادات اضافيه زي كورسات تطوعات الحاجات دي كلها برضو بتضيفها، تمام كده؟ فده بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي. بالنسبة لآخر ميعاد للتقديم للمنحة دي هو 15 مارس 2021. ما تبقاش وقت طويل للتقديم، باقي 6 أيام والتقديم ينتهي، فأنت لو مهتم بالمنحة دي يا ريت تبدأ من دلوقتي. بالنسبة لإعلان النتيجة في المنحة دي بيكون في شهر مايو 2021، تمام؟ كمان ما تنسوش إن قناتنا قناة منح من كل الألوان بتوفر خدمات إضافية، زي اللي إحنا بنوفر منح مضمونة القبول 100% في دولة الصين، بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة منحة أنت عايزها، وخدمة تجهيز الأوراق عشان تستخدمها بنفسك للتقديم في أي منحة أو فرصة، وكمان خدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز أي خدمة من الخدمات دي بتلاقي روابط جميع الخدمات في صندوق الوصف أسفل الفيديو. خلينا دلوقتي نروح نشوف الإعلان الرسمي للمنحة وكيفية التقديم. وهنا ده الويب سايت الخاص بينا، طبعا هتلاقوا عليه منح وفرص كتيرة جدا، ياريت برضو تصفحوها عشان تتعرفوا على أحدث المنح الدراسية. بالنسبة لمنحة النهاردة اللي احنا بنتكلم عليها، هي المنحة دي اللي هي منحة SIIT University، تمام؟ وذكرنا التفاصيل كلها، التمويل، التخصصات المتاحة، ان المنحة مفيهاش حد أقصى العمر، الأوراق المطلوبة، امتى آخر ميعاد، وطبعا هنا شرح برضو الخدمات اللي احنا بنوفرها، تمام؟ وهنا رابط خدماتنا الإضافية، تقدر برضو تخش على هذا الرابط وتطلع على خدماتنا. طيب، دلوقتي نروح نشوف الإعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل اللي أنا قلتها. هيفتح معانا الإعلان الرسمي، هتلاقي كل التفاصيل من حيث التمويل، كل شيء، الأشياء المطلوبة، كل ده هتلاقيه موجود، كل ده موضح هنا، تمام كده؟ طيب، تعالى دلوقتي نروح نشوف قدم الآن اللي هو أبليكيشن التقديم. هتيجي تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك أبليكيشن التقديم. والأبليكيشن بسيط مش معقد، ولكن لازم تملأ كل جزء فيه بعناية، ويعني كل جزء فيه لازم يتكتب بصورة ممتازة.
تمام. هو الابليكيشن بيكون عبارة عن زي فورم، مش ليه لوجن ايميل ولا باسورد، فانت بتملأ الفورم ده بشكل كامل مرة واحدة، تمام، زي ما احنا هنشوف دلوقتي. طيب هيظهر معاك بهذا الشكل. اول حاجه اللي هو الفيل ان ابلكيشن، بتملا بقى بيانات الابلكيشن انك بتقدم لسنه 2021 السمستر الاول اللي هو بيبدا في شهر سبتمبر، بتحط التايتل بتاعك، بتحط اسمك، اسم العائله، بتحط رقم جواز السفر بتاعك، تمام، او رقم البطاقه الشخصيه اذا رقم جواز السفر مش موجود حاليا او جواز السفر مش موجود حاليا، بتحط تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، كل هذه الاشياء، جنسيتك. هنا بقى بتيجي بتختار التخصص اللي انت عايز تقدم عليه، بتشوف تخصص ايه، تمام، تختار التخصص اللي هو الاصلي او اللي هو الميجور، تمام، وبتختار مثلا انا هنا ماستر اوف انجينيرنج بروجرام، وبعدين تحته اللي هو السب يعني بروجرام، تمام، بتختار هنا البرنامج اللي انت عايز تقدم عليه وهكذا. تختار طبعا كمان المرحله الدراسيه، بكالوريوس قصدي ماجستير او دكتوراه، برضو بتقدر تحددها من الجزئيه دي بعد لما بتختار هنا، تمام. تقدر برضو تختار الريسيرش او السبجكت اللي انت مهتم بيه بدقه يعني، تمام. طيب وهنا طبعا لو انت في سوبرفايزر بتعرفه في الجامعه دي وعايز تحط اسمه كهو اللي يعمل لك او يكون الادفايزر بتاعك، بتحط اسمه. لو ما تعرفش حد في الجامعه خلاص بتسيب السكشن ده فاضي. هنا بتحط معلومات بقى الجامعه بتاعتك، اتخرجت من اي جامعه في البكالوريوس او بتدرس حاليا في اي جامعه في البكالوريوس، تحط كل التفاصيل عنها. لو انت لسه متخرجتش في اخر سنه بتحط تاريخ التخرج المتوقع، تمام. لو انت كنت طالب مجتهد بتحط بقى يعني اذا حصلت على جوائز من الجامعه وما الى ذلك. هنا بتحط الخبره العمليه بتاعتك، لو انت كنت بتشتغل بجانب الدراسه اي خبره عمليه سواء كان عمل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر، كورسات، دورات تدريبيه، اي حاجه من الحاجات دي بتحطها هنا، تمام. في الجزء ده بقى اثبات اللغه الانجليزيه، بيقول لك يعني تثبت قدرتك في الكتابه والتحدث، ممتاز ولا متوسط ولا ضعيف ولا يعني غير يعني قادر على استخدام هذه اللغه، تمام. طيب هنا بالنسبه للتستز المطلوبه، هو هنا مش مطلوب شهاده اللغه بشكل نظامي، لو معاك ايلتس او تويفل او كلها او اي شيء من هذه الاشياء او اي شهاده لغه بتقدر تحطها، مش معاك خلاص بتكتب نوت تيكن، تمام. وهنا بيقول لك بيطلب منك اثبات الحاله بتاعتك اللي هي الصحيه، لو انت ما عندكش اي امراض بتكتب انك خلاص ما عندكش اي امراض في الجزء ده، لو انت عندك اي مرض يا ريت بتوضحه في البوكس ده. هنا بالنسبه للفاينانشال سبورت، انك عايز تقدم على منحه ما تقدمش على حسابك فبتسيب الجزئيه دي فاضيه، تمام. هنا ستيتمنت اوف بيربس، خطاب النيه، لازم تكتبه يعني بشكل كويس. وهنا بقى بتحط الاوراق بتاعتك، بتحط السي في، بتحط البيرسونال ستيتمنت، بتحط الترانسكريبت، كشف الدرجات لمرحله البكالوريوس والماجستير لو هتقدم على الدكتوراه، مرحله البكالوريوس فقط لو هتقدم على الماجستير، لو معاك شهاده لغه بتحطها، صوره شخصيه ليك وصوره جواز السفر او البطاقه الشخصيه، وهنا لو عندك اي شهادات كورسات اضافيه. وهنا في الجزء ده بتحط التوصيات، بتحط بيانات اتنين عشان يعملوا لك التوصيه. بعد لما بتحط البيانات دي كلها وبتملى الابلكيشن بتضغط على كلمه سبميت، وبعد كده بيعمل لك زي لوجن اللي هو بيعمل لك زي الايميل ورقم جواز السفر، بتستخدمه في الدخول للابلكيشن اي وقت لو حبيت تعدل اي حاجه قبل الديدلاين اللي هو 15 مارس 2021، تمام كده. فكده بشرحنا كل تفاصيل الابلكيشن. صراحه منحه ممتازه جدا، مموله بالكامل، يعني فيها كل شيء، انت مش هتدفع اي حاجه، تذاكر طيران، كل حاجه مموله على حسابهم. ما تنسوش خدماتنا الاضافيه اللي احنا بنقدمها لو حابين تقدموا من خلالنا على اي منحه وفرصه انتوا عايزينها، تمام. وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.